يتحجج كثير من دعاة الباطل ومن الجاهلين الذين لا يعرفون حقيقة الحال بأن الخلاف بين السلفيين دليل على أنهم على الباطل، وهذا من الخطأ بحال ومما لا يصح عليه، فإن علامة الحق والباطل هو التمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة. وينبغي أن يعلم أن الخلاف بين السلفيين يدل من وجه على أنهم أهل تجرد وأنهم متبعون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة، وأنهم يوالون ويعادون على ذلك. فلو بقي الرجل معهم سنين طويلة لكنه خالف المنهج السلفي في مسائل لا يسوغ الخلاف فيها واستحق الرد بالضوابط الشرعية، فإنهم يردون عليه لأنهم يوالون ويعادون على السنة فحسب، بخلاف هؤلاء الحزبيين فترى أحدهم يضل ويزيغ يمنة ويسرة ولا يزالون متكاتمين، لأن ولاءهم وبراءهم على الحزب لا على السنة. أنا أسألكم، ناصر عمر يرى من الضلالات الكبيرة عند الإخوان المسلمين ما يرى، وهو يظهر الغيرة والبغض للرافضة إلى غير ذلك، فلماذا يتكاتم ويسكت عن ضلالات الإخوان المسلمين؟ لماذا يسكت عن ضلالات سلمان العودة؟ إلى اليوم لم يتكلم على سلمان العودة باسمه، لماذا السكوت؟ لكنه إذا وقع شيء من ولاة الأمر سارع بالكلام والإنكار تصريحا وتلميحا وغير ذلك. هذا يدل أن القوم حزبيون ليسوا متجردين للكتاب والسنة بفهم السلف هذه الأمة. ثم اعلموا إخواني أن خلاف السلفيين يدل من وجه آخر أنهم على الحق، وأن الشيطان حريص عليهم أكثر من غيرهم، كما قيل ابن عباس: ما بال اليهود إذا صلوا خشعوا في صلاتهم، ونحن إذا صلينا أفسد علينا صلاتنا، قالوا ما يفعل اللص ببيت الخرب. يعني أن الشيطان لما علم ضلال اليهود لم يكن حريصا على تضييع صلاتهم، بخلاف الحال مع الحق مع المسلمين إذا صلوا فإنه حريص على إضعاف صلاتهم وإذهاب لبها وهو الخشوع. وأن ترى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جرى بينهم، فهل يدل هذا على أنهم أهل باطل؟ كلا، بل هم مصابيح الدجى وأعلام الهدى، نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى برحمته وهو أرحم الراحمين. فإذا حصول الخلاف ليس مانعا من قبول الحق والهدى عند أهل الحق والهدى بما أنهم متمسكون بالحق والهدى. ثم يقال أخيرا: أفراد السلفيين ليسوا معصومين، قد يحصل خلاف بين السلفيين ويكون أحدهم مخطئا أو يكون كلاهما مخطئا ومصيبا، أي تمسك بعض الحق مع الخطأ والآخر تمسك بحق وخطأ فبغى بعضهم على بعض، فليسوا معصومين. فلذا العبرة لمن يريد الحق والهدى أن يتمسك بما عليه الدليل. ثم هل يصح لأحد من الكافرين أن يقول إنني لن أسلم ولن أدخل الدين الإسلامي لأنه بين المسلمين خلاف؟ كلا، مثل هذا لا يصح، بل يقال له إن أفراد المسلمين ليسوا معصومين ويخطئون ويصيبون بخلاف الإسلام فإنه معصوم، وكذلك يقال في السلفية وفي السلفيين.